بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بجميع المتابعين في هذا الفيديو الجديد الذي سنشرح فيه طريقة كتابة نص ثلاثي الأبعاد بواسطة برنامج الباوربوينت. إذا على بركة الله نفتح صفحة جديدة وسنتعرف على كيف يتم كتابة مثل هذه النصوص الثلاثية الأبعاد بواسطة برنامج الباوربوينت. إذا نأخذ صفحة جديدة ثم بالذهاب إلى إدراج نختار تكست بوكس أو نختار خيار من هذه الخيارات أو نمط من هذه الأنماط الخاصة بكتابة. إذا نختار من هنا نصا جديدا تكست بوكس ثم نكتب هذا النص. إذن أغير هنا اللون، اللون الأسود مثلا، ثم أكتب النص. إذا نكتب مثلا كتابة نص ثلاثي الأبعاد بهذا الشكل، ثم نقوم بزيادة حجم الخط، ثم نجعل هذا الخط في الوسط، ثم نغير من نوعية الخط. إذن أغير نوع الخط وأختار مثلا هذا النوع. بعد ذلك أقوم ب زيادة في حجم الخط بهذا الشكل، ثم أحدد النص وأختار فورمات وأغير من لون الخط بهذا الشكل الذي ترونه الآن. ثم بعد ذلك من تأثيرات النص أختار هذه التأثيرات وأختار إضافة انحناء زوايا هذه الكتابة، وأختار النموذج الذي أريده من هذه النماذج، أختار مثلا هذا النموذج. بعد ذلك بعد اختيار الانحناء في زوايا هذه الكتابة، بعد ذلك أعيد نفس الخيار وأختار ثلاثي الأبعاد، جعل هذا النص ثلاثي الأبعاد وأختار الشكل أو النمط الذي أريده من هذه الأنماط الكثيرة. إذا أختار مثلا هذا النمط. إذا كما تشاهدون الآن تغير هذا النص وأصبح نصا ثلاثي الأبعاد. إذا أقوم بتكبيره والتحكم فيه بهذه الطريقة. ثم الآن سنتأكد أو سنضيف بعض الإعدادات الأخرى الخاصة بهذه الكتابة وتعديل الشكل الثلاثي الأبعاد لهذا النص. إذا نضغط مرة أخرى على النص ثم نختار فورمات، ثم فيما يخص ما يتعلق بالنص أختار التأثيرات، ثم في جانب الثلاثي الأبعاد أو ما يتعلق بالشكل الثلاثي الأبعاد الخاص بالنص أختار هنا هذه المرة الإعدادات الإضافية. إذا أضغط هنا وستظهر هذه النافذة التي سأتحكم فيها في هذا النص بشكل دقيق. إذا هنا أتحكم في انحناء زوايا الكتابة. إذا بهذه الطريقة أتحكم في الانحناء، درجة الانحناء. إذا أجعله مثلا بهذه أو بهذا الشكل. إذا بانحناء بسيط. ثم هنا أتحكم في عمق النص. إذا كما تشاهدون الآن أتحكم في عمق هذا النص. ثم هنا خيارات أخرى، يمكن أن أغير نمط الانحناء، ثم من هذا المكان يمكن أن أضيف ظل مثلا هذا النص الثلاثي الأبعاد، أختار مثلا لون هذا الظل، ثم أضيف هنا حدة هذا الظل من هذا المكان أو عمق هذا الظل بهذه الطريقة. وإذا أردت أن أقوم بإزالته أختار إزالة الظل من هذا المكان. ثم هنا ألوان خيارات أخرى مختلفة فيما يتعلق بكيف سيظهر هذا النص، مثلا يظهر بهذا الشكل أو أختار شكل معين من هذه الأشكال، وهذا متعلق بالإضاءة. إذا أختار الإضاءة أو نوع الإضاءة من هذا المكان، ثم بهذه الطريقة كذلك أختار اتجاه الإضاءة أو طريقة تسليط الضوء على هذه أو هذا النص بهذه الطريقة. بعدها يمكن أن أغير في الألوان، أغير لون سطح هذه الكتابة ثم لون
زوايا هذه الكتابة. إذا من هنا أختار لون الكتابة بشكل عام، أختار هنا اللون الذي أريده بهذه الطريقة، ثم هنا أختار لون جوانب هذه الكتابة أو زوايا هذه الكتابة بهذه الطريقة، أختار اللون الذي أريده بهذه الطريقة. إذن بهذا نستطيع أن نتحكم ونقوم بكتابة نص ثلاثي الأبعاد بواسطة برنامج الباوربوينت. بعدها يمكن أن نغير نمط هذه الكتابة ونتحكم في زوايا وعرض هذه أو هذا النص من خلال الذهاب مرة أخرى إلى أنماط ثلاثية الأبعاد، ويمكن أن نشاهد هذا النص بأنماط مختلفة ومن زوايا مختلفة بهذه الطريقة. كذلك يمكن أن أتحكم في هذا النص أكثر من خلال الذهاب إلى الأنماط ثلاثية الأبعاد ثم أختار مرة أخرى هذه الأشكال. إذن أختار وهنا أقوم بالتحكم في النص أكثر بهذه الطريقة. إذن كان هذا شرحا بسيطا لطريقة التعديل وتعديل نص وتحويله إلى نص ثلاثي الأبعاد. نفس الشيء بالنسبة لهذه النصوص، يمكن التحكم وتغيير هذه النصوص بهذا الشكل، ويمكن أن أضيف إطارا حول هذه الكتابة من خيار الذهاب إلى الصفحة الرئيسية واختيار لون الخلفية أو خلفية هذه الكتابة كما تشاهدون الآن. إذن أختار الخلفية التي أريدها من هذا المكان، ثم بعد ذلك أتحكم في هذه الكتابة من خلال الذهاب مرة أخرى إلى تأثيرات النص، ثم يتم عرضها بهذا الشكل الذي تشاهدونه الآن. ويمكن أن أتحكم في خلفية أو إطار الخلفية لهذه الكتابة عن طريق توسيع هذا الإطار المتعلق بالكتابة. إذن كان هذا كل شيء فيما يخص درس اليوم الذي خصصناه للحديث عن طريقة إنجاز نص ثلاثي الأبعاد بواسطة برنامج الباوربوينت. إذن نراكم إن شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.